بسم الله الرحمن الرحيم. الفنان محمد عبد الله ربيع، بعمل بالشغل من سن 23 سنة، وراثة عن والدي رحمة الله عليه، بفضل الله ثم ليه طبعا، وبفضل الله مارستها واحدة واحدة كده جنب شغلي. أنا بعمل موظف، وبدأت شغل هاند ميد ده من فترة كبيرة، والحمد لله بفضل الله يعني مشيت واحدة واحدة معايا، وبرضه اتعرفت بمركز أركان بفضل الله ثم ليهم برضه بصراحة، واتعرض عليها كذا معرض، بس أنا بفضل مركز أركان لأن الناس دي اهتمت بيا اهتمام عالي والفضل ليهم. وأي شغل بصراحة يعني بعمله جديد بجيبه على هنا على طول، وبعمل مجالات كتير بالفنون الخشبية، يعني أي خشب بفضل الله أعمال خشبية بعملها بفضل الله، وبتاخد مجهود جبار طبعا جنب الشغل اني بعمل موظف، ويعني الوقت برضه ضيق وبقلل الامكانيات، يعني رغم كده بقلل الامكانيات والحمد لله يعني بفضل ربنا. وشغل بقى الاخشاب بعمل سفن حربيه، عملت المستر قبل كده واحد واثنين، وعملت برضه عربيات نقل ولوادر وحفارات، مراكب بانواعها، موتوسيكلات برضه خشبيه، اسماك مجسمه، حاجات كتير. وبقى عملت مركب جوه ازازه برضه تبقى قطع، فاعمال كتير الحمد لله يعني. واي حاجه خشب بفضل الله اعملها يعني، اي مجسم خشب. وممكن برضه عن مكتات هيكليه، بيوت، فلل كده يعني. والحمد لله في مركز اركان دي ثالث مره، وكل مره بجيب يعني من ست حاجات سبع اشياء لثمانيه على حسب يعني، على حسب الوقت. والحمد لله اهتمام عالي بصراحه من مركز اركان، والفضل ليهم بصراحه يعني، الفضل ليهم. انا اسمي البير وصفي بولس، على المعاش، والحاجات اللي بعرضها دي هوايه، وديت حاجات طبيعيه من البحر، معظمها من البحر الاحمر، وفي من البحر المتوسط بتاعنا، ودي لوح طباعه مطبوعه يعني مش مرسومه بالايد. دي اول مره بعرض في اركان، اول مره. البراويز ديت البرواز بياخد مني في حدود ساعتين ونص على ما يخلص. هو انا بحب البحر وبحب الحاجات في البحر يعني، مغرم بها قوي، الكائنات البحريه دي بحبها جدا، فبروح مثلا بروح قرى سياحيه، بروح البحر الاحمر، بروح الشواطئ بتاعتنا، بجيب حاجات، بلاقي حاجات ممكن بلاقيها على الشاطئ او بجيبها من الميه وبستخدمها في الحاجات دي، احب اجسم يعني جمال البحر في برواز. انا اسمي ميرنا مجدي، سني 23 سنه، خريجه كليه زراعه قسم لاندسكيب، ومتخصصة أكتر في البورتريهات كنوع من أنواع التصوير، وبرسم برضو على الحيطة، وده أول مرة أشترك يعني في معرض أركان، وبرسم بالإيد، وفي أنواع مختلفة يعني، مثلا هنا في فحم، وهنا في يعني نوع من الأنواع الفابريكاستر، وبس أنا متخصصة أكتر في الرصاص، بس بقلده كأنه شبه التصوير يعني. انا اسمي امينه سيد حسن، دبلوم تجاره، دراستي مالهاش علاقه بالرسم، بحب رسم البورتريهات الرصاص اكتر من الخشب، وبستخدم في الالوان الخشب الفيبريكاست المائي، ودي اول مشاركه ليا في مركز اركان، ودي الحاجه الوحيده تقريبا منديلا بس انا رسمتها. انا اسمي سلمى محمد ياوت، عندي 21 سنه، انا لسه في الكليه، انا في سنه ثالثه في حقوق فرنسي. الرسم بالنسبه لي هوايه طبعا عشان ما دخلتش فنون جميله،
برسم من وانا صغيرة جدا، من وانا مثلا في حضانة، وكنت بدأت في مرسم الفنان الصغير في نادي سبورتينج مع المهندسة نادي أنديل، وخلتني أكسب جوائز كتير وسافرت كذا دولة عملت فيها معارض وكده. معايا حتى أكتر من 50 شهادة دولية من كذا دولة. أنا لوحي كلها بتتكلم عن الفن الشعبي، حاجات عن مصر وكده، بما إن اللوحة كانت بتسافر برا فكانت دايما بتشجعني إن أنا أرسم حاجات عن الفن الشعبي وحاجات موجودة في مصر. رسمي كله بيبقى بالألوان الخشب المية، عشان الخشب المية بيبقى يعني أنعم بكتير من الخشب العادي. دي المرة التانية ليا في معرض أركان، كنت اشتركت من حوالي سنة أو سنة وشوية. والميزة في أركان إن هم بجد بيشجعوا الفنانين، سواء كان يعني كانت هواية أو كانت وظيفة، سواء كبار أو صغيرين. فدي حاجة كويسة إن أنا يعني بقدر أشوف أنواع مختلفة وبرضو بتعلم من الناس التانية بس، وحابة إن أنا أكمل بعد كده على طول بقى كل سنة. أنا اسمي شريف محمد سلطان، بشتغل في شركة خاصة للبريد السريع، وغاوي رسم من وأنا صغير 4-5 سنين. عادة دلوقتي في المرحلة اللي برسم فيها دلوقتي أبستراكت أو تجريدي، بستخدم ألوان أكريليك أكتر، شوية زيت، والخامات بتبقى فرشة أو سكينة ألوان. ودي أول مرة أعرض في أركان، بس ما شاء الله يعني المكان جميل والتنظيم حلو له. أنا اسمي امتثال محمد عباس، أنا خريجة آداب علم نفس أخصائية نفسية. دي ثالث مرة أشارك في معرض أركان، وأنا ليه هوايات برسم، بحب الرسم يعني دي هواية واخدها، واشتغلت خدت ورش رسم زيت وورش بورتري، وبرسم وليه برضو بحب التصوير. ما عنديش كاميرا فوتوغرافر، بس بصور بتليفوني وبعمل افكتات وبشتغل على نفسي. برسم زيت وبستخدم ألوان الزيت، وبرسم رصاص وألوان، اشتغلت فحم شوية. برسم وبصور المناظر الطبيعية، بحب أكتر حاجة أصور المعالم السياحية بتاعت بلدي وأظهرها، وبحب المناظر الطبيعية. أنا نادين تامر، عندي 12 سنة، أنا جونيور 6. هوايتي هي الرسم، وبلعب لعبة سباحة، وأنا بحب أدوات الرسم شبه الجواش أو ألوان المية أو الماركر أو الألوان الفحم، برضو بحبها. مثلا دي مثلا أنا استمتع بالألوان الفحم، يعني هو أنا بحب الرسم قوي. مثلا أنا أي وقت بكون فاضية فيه، لما برجع من التمرين بعد ما بخلص مذاكرتي برسم. دي المرة التانية في الأركان هنا، وإن شاء الله يعني أحقق مستقبلي أنا أكون فنانة كبيرة إن شاء الله يعني. ومامتي بتكون ورايا في كل حاجة، بتساعدني كتير يعني، وإن شاء الله يعني بحقق كل مستقبلي. أنا اسمي نور محمد أبو ضيف، بشتغل في مجال الأنيميشن. أنا أصلا متخرجة من كلية فنون جميلة، بس هوايتي أكتر الكاريكاتير والكوميكس، وعملت مشروع التخرج بتاعي يعني عن الكوميكس. بقيت يعني بعرض في معارض كاريكاتير، عشان دي أصلا هوايتي الأساسية. شاركت في معارض كتير، بس كانت أول مرة أعرض هنا في مركز أركان. أنا بهتم برسم الكاريكاتير، بستخدم فيه يعني أول حاجة برسم برصاص عادي، وبحبر بعدها. يعني هو الحوار بسيط جدا. أصلا أنا بحب الكاريكاتير عشان هو يعني بسيط جدا، وبيعرض فكرة بسيطة، فبرضو في رسومات بسيطة جدا وسريعة، يعني مش محتاجة مجهود قوي، بس أهم حاجة الفكرة وطبعا الرسم. بس وبحب طبعا شغل الكوميكس جدا، لأنه هو كان يعني كان مشروع تخرجي ودرست فيه كتير يعني. بس أنا أصلا بحب الرسم جدا، وفي نفس الوقت شايفة يعني إن الكوميكس والكاريكاتير هما طريق يعني ان انا اوصل الافكار اللي انا عايزاها، حتى لو يعني قضايا كبيره بس بتتمثل في افكار بسيطه جدا.